قال المرصد السوري لحقوق الإنسان فضلا عن مصادر إعلامية بأن النظام يقوم بتفجير منازل من كان معارضا له في عدد من البلدات بريف دمشق، فضلا عن استمرار الحملات الأمنية الممنهجة. المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن بأن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري تواصل حملات الدهم والاعتقالات بحق المواطنين السوريين في المناطق التي أرغمت على الخضوع لسيطرتها في دمشق وريفها، لتمعن في انتهاك حقوق قاطنيها الإنسانية والذين لم تسعفهم الظروف بالخروج منها وقرروا البقاء في مناطق المصالحات والتسويات، حيث رصد المرصد قيام المخابرات التابعة للنظام بحملة دهم واعتقالات خلال 24 ساعة الفائتة لمناطق في بلدات ومدن سقبة وزملكة وعربين ودومة ومسراب وعين ترمة، إذ طالت العمليات نحو 26 مواطنا بينهم مواطنة من بلدة مسرابة واقتادهم إلى أفرع نظام الأمنية. وفي سياق ذي صلة ذكرت مصادر إعلامية بأن النظام يواصل تدمير بيوت بعض الأهالي المهجرين إلى الشمال وممن كانوا معارضين له في منطقتي بسيمة وعين الفيجة في ريف دمشق الغربي بشكل متعمد منذ أن أصدر الأسد مرسوما يقضي بامتلاك عقارات الأهالي في تلك المناطق بداية العام الجاري 2018. وأضافت المصادر بأن النظام يمنع المهجرين من أهالي ريف دمشق من العودة إلى بيوتهم وتفقدها، في حين حاول الأهالي أكثر من مرة الدخول إلى مناطقهم بشكل جماعي عبر مسؤولين في النظام، حاولوا لقاءهم لكنهم رفضوا لقاء الأهالي واستمرار إعطاء الوعود الكاذبة من قبل مسؤولي النظام. إلى ذلك أشارت تلك المصادر إلى أن النظام يؤكد على عودة الأهالي بعد الانتهاء من عملية إعادة الإعمار في تلك المناطق التي لم تبدأ بعد، ما يعني استحالة عودتهم في الوقت الحالي. وسبق للنظام أن سيطر على ممتلكات الأهالي في مناطق مختلفة على أطراف العاصمة دمشق وريفها ومنها بلدتا دارية والقابون التي قالت عنهما منظمة العفو الدولية إن النظام بصورة متعمدة يمنع الناس من العودة إلى بيوتهم في هذه المناطق، حيث أكدت المنظمة الدولية أن السكان في دارية والقابون لم يتمكنوا من الوصول إلى ممتلكاتهم العقارية أو التجارية. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا. لو بدأنا النقاش في هذا المحور معكم دكتور علاء، هل من لمحة قصيرة عن وضع المناطق التي استعاد النظام السيطرة عليها ضمن ما يعرف بالمصالحات؟ يا أخي الفاضل، عن أي مصالحة يتحدثون؟ المصالحة هي نوع تحقق نوع من السلم والأمان والتعايش بعد تحقيق نوع من العدالة التي يتوافق عليها الفرقاء المختلفين. على أي مصالحة نقول؟ المصالحة هنا نوع من إقرار بقوة الشرعية، بشرعية القوة وليست بقوة الشرعية. هناك سلاح يفرض على الناس وهناك أجندات وتوافقات دولية تفرض على الناس، لا مصالحة ولا هم يحزنون. هذه أجندات ولافتات روسية لتمرير المجازر التي ارتكبها النظام. من يصالح هذا الرجل؟ اليوم أصدرت المحكمة في فرنسا بإدانة قاتلي، وهم علي مملوك وهم حسن خليل وهم رئيس الفرع المخابرات الجوية. من يصالح هذا الرجل؟ هذا الرجل لم يرفع السلاح، تم تعذيبه وتم قتله وتم سحله وتم مصادرة أملاكه. الآن كيف سيتصالحون معه؟ لا مصالحة دون عدالة وطنية، دون عدالة انتقالية. العدالة الانتقالية تحقق قدرا من السلام بتوافق. هناك مجرمين ينبغي أن يتم معاقبتهم. بشار الأسد ما زال حرا، إذن لا يوجد هناك مصالحة. نعم. بشار الأسد ما زال حرا وأجهزة. طب واقع المناطق الآن كيف يبدو؟ الآن المناطق هي كما قلت لك إقرار بالواقع المزيف، واقع تحت أمرة السلاح ميليشيات. يا أخي الآن أنا أقول لك هناك من يتفاوض، أعرفهم الآن في الداخل السوري، يتفاوضون على إطلاق سجناء بثلاثين وأربعين ألف دولار فقط ليطلقوا ثلاثة مساجين قبل أن يطلقوا رصاصة القتل عليهم. هذا نوع من الإقرار باللاشرعية، بشرعية القوة، بشرعية الميليشيات، بشرعية الفصائل. إذا كنا نعيب على الفصائل التي مدعومة في تركيا بأنها فصائل عنجهية وفصائل متطرفة، فهي لا تقل أو تساوي النظام في إجرامه وفصائله. نحن أمام شيء غير طبيعي، لا مصالحات. أنا لا أتحدث لك أنا من عاطفة، أقول لك الآن لو دخلت إلى عين الفيجي، كنت أنظر اليوم إلى فيديو في عين الفيجي، هناك خراب ودمار لا يوصف. كيف ستقنعني بالمصالحة؟ طيب عم يفوتوا بعسكرون، عم يفوتوا بسلاحهم، طيب هدول الناس اللي صادرت أملاكهم، اللي انقتلوا أولادهم، اللي تشردت نسوانهم، اللي اغتصبت بناتهم، هذا شلون بدك تصالحه؟ طيب وتحت اي منطق؟ يعني بده يتم يهتف بالروح بالدم نفديك يا ابو الجماجم حتى هيك نصالحه؟ يا أخي هذا كلام، هناك تمرير إعلامي للضحك على الناس وتزييف الحقيقة.
المصالحة بين الشعب السوري في مكوناته تبدأ بالاستعادة لكلمة الله سوريا حرية وبس، وهذا يعني أنه لا مكان لبشار أسد ولا لميليشيات أكداس السنة والشيعة والفصائل المتطرفة التي وردت إلينا بفعل بشار الأسد. عندما يرحل بشار الأسد تتبع الهوامش كلها بما فيها داعش والنصرة وكل الفصائل المتطرفة. نعم، طب اسمح لي أنتقل إلى ضيفي الأستاذ عدنان. أستاذ عدنان، يعني موضوع تهجير إنه السكان من المناطق الأصلية في عامة سوريا الذي أتى نتيجة سلسلة من اجتماعات أسيتانا، يلاحظ بأن هناك تهجير يعني يقوم به النظام من جهة، مثلا على سبيل المثال الحصر من ريف دمشق إلى إدلب وأرياف حلب، ومن جهة أخرى تركيا توطن هؤلاء وتهجر السكان الأصليين، وكأن كل شيء يتم وفق خطة مرسومة لتغيير ديمغرافي بسوريا بشكل عام. أستاذ عدنان، يبدو بأن فقدنا الاتصال بأستاذ عدنان، إن كان لديكم ما تفيدونا به في هذا السياق دكتور علاء. يعني بالنسبة لعامل التوظيف الذي يتم توظيفه من الفصائل، هذا الذي فهمته منك أنه نعم. يتم توظيف الفصائل في من قبل الترك لمقاتلة الشعب السوري، هذا ما فهمته منك. لا لا دكتور علاء، دكتور علاء، يعني يلاحظ بأنه مثلا على سبيل المثال للحصر السكان المهجرين من ريف دمشق إلى إدلب وأرياف حلب، تركيا أيضا من جهة أخرى توطن هؤلاء وتهجر السكان الأصليين، وكأن كل ما جرى مرسوم وفق خطة لتغيير ديمغرافي بشكل عام بسوريا. طبعا بالضرورة هذا نوع من التغيير الديمغرافي. يعني على سبيل المثال اليوم جيش الإسلام يبني مقرات في ريف في محيط مدينة الباب. نعم، ما يحصل هو نوع من التغيير الديمغرافي، والتغيير الديمغرافي بالضرورة هو يؤصل لحرب دائمة ومستدامة. لن تستطيع أنت أن تؤسس لعيش مشترك ولسلامة ولمصالحات وهناك تغيير ديمغرافي يرحل أصحاب الأراضي الأصليين إلى مناطق أخرى. ما جرم أهالي عفرين؟ ما جرم أهالي الغوطة؟ ولماذا يتم حقد بين أهل الغوطة وأهل عفرين؟ ولماذا يتم تسيير وتوافق بين الجيش السوري وبين الجيش التركي؟ هؤلاء يرحلون وهؤلاء يستقبلون هنا بهذه المناطق ويتم حقنهم في هذه المناطق. إذن هناك نوع من التواطؤ لتغيير ديمغرافي الهدف منه استدامة الحرب التي تضعف الجميع وتبقي طب هل تواصلتم مع منظمات دولية معنية ووثقتم هذه الأمور من حملات الاعتقال ومن حملات التهجير وإلى ما شابه ذلك؟ بالضرورة، يعني هذا عملنا وهذا ما نقوم به. ولكن يا أخي الفاضل، الموضوع أكبر من موضوع يعني فقط مؤسسات مستقلة أو تنويه أو إشادة أو تنكير أو استنكار. الأمور معقدة جدا ومتداخلة، والإرادات الدولية هي التي الآن تصنع أي شيء بما فيها الموقف الإنساني للأسف. يعني الآن أنا أسألك، هل ما حصل بالنسبة لأهالي عفرين مقبول؟ هل بحاجة نحن إلى أن ننقل صورة ما حصل في عفرين إلى المنظمات الدولية والحقوقية، أم كل الكرة الأرضية نقلت ورأت ماذا حصل في عفرين؟ لماذا هذا التغاضي والتباطؤ على الأقل أنهم لم يتحركوا بشيء أكثر من التباكي، هذا أقل أكبر مستوى فعل. نعم، طيب سؤال يطرح بكثرة، يعني في نهاية المطاف دكتور علاء، أنتم بحسب اطلاعكم ما هو المستقبل بالنسبة للناس التي أو مئات الألاف من الناس التي هجرت من أرياف دمشق ومن الداخل السوري إلى أدلب مثلا؟ يعني هل من الممكن أن يعودوا في الأيام؟ كان هناك حديث عن أن النظام وعد هؤلاء بالعودة مع إعادة الإعمار. يا أستاذ، الآن مخيم الركبان لا يستطيع أحد أن يخرج منه ولا يدخل، لأن هناك توافق على أن من كان فيه هم غالبهم من المعارضة، مع أن 70% كما تشير التقارير الدولية هم من النساء. العقوبة هو الموت البطيء من النظام بالتوافق والتواطؤ مع بعض دول الجوار. يا أخي الفاضل، أنت كيف سنقول أن من دخل إلى إدلب وهو النظام الذي أوصلهم إلى هناك سيعيدهم مرة ثانية إلى أراضيهم، سيعيدهم إلى السكاكين؟ ولذلك أتوجه إلى الذين يسكنون في إدلب وأتوجه إلى الفصائل المغرر بها، أنتم عيدان فتنة ووقود نار، لا تتدخلوا لا بحرب تركية ولا بحرب أمريكية، ولا تكونوا عصا بيد الآخرين. هذه ليست حربنا، دمكم ودم أهالي
عفرين وأهالي الكرد والأهالي العرب وأهالي إدلب حرام المساس به، هم يتلاعبون بنا ويضربون بعضنا ببعض كي تبقى الريادة والسيادة لآل الأسد. لن يعود أحد، وستذكر كلامي، لن يعود من نفي إلى إدلب إلا معطوبا أو مقتولا أو شهيدا. لا يوجد هذا الأمر. التغيير الديموغرافي الهدف منه ليس الإبعاد فقط، وإنما الإحراق والإغراق والقتل، إحراق الناس وإغراقهم بالدم وقتل أي روح معنوية بين الجميع. نعم، طب انتقال إليكم أستاذ عدنان، يعني كثير من المناطق التي استعاد النظام السيطرة عليها انسحبت الشرطة العسكرية الروسية فيها تدريجيا لصالح قوات النظام. في نهاية المطاف أين روسيا من وعودها؟ لماذا لم تفي بوعودها حيال هذه المناطق طبعا؟ بالأساس الروس هم ضامن للنظام، هم ضامن للدولة الروس للدولة السورية التي يقودها نظام سياسي. هذا النظام بالنسبة للروس هو النظام الشرعي، وبسط سيطرة الدولة بمفهوم الدولة النظام على كافة المناطق السورية. هذا هو المشروع الروسي. المشروع الروسي قدم مسائل إلى علاقة فقط بالحماية الذاتية للأشخاص أو حماية النفس للأشخاص، وهذا مشكوك بأمره مع القيادات. الآلاف سوف يخضعون إلى مظلة وسيطرة النظام، وهذا واضح من كافة المصالحات. المصالحات تمت مع قيادات لفصائل، هذه الفصائل لها علاقة مع أجندات دولية على أساسها تمت ما بين قوسين المصالحات، إنما القاعدة التحتية هي قاعدة سيطرة النظام لهذه الفصائل بكل مكوناتها. طب نعم استاذ عدنان، من المسؤول في نهايه المطاف عما يجري من ممارسات لا انسانيه في المناطق هذه التي استعاد النظام السيطره عليها؟ يعني هذا السؤال، مسؤول من هو يسيطر على الارض الا وهي سلطه الدوله، سلطه الامن، سلطه الجيش. النظام لوحده يتحمل المسؤوليه؟ النظام هو المسؤول رقم واحد عن كافه المسائل التي تتعلق بسلطه الدوله، هذه مساله مفروغ منها. نعم هناك أيادي قد تمتد هنا أو هناك من قبل أجندات خارجية، لكن هذه الأيادي امتدت بإرادة النظام وتحت مرأى النظام وبفعل النظام وردة فعل على هذا النظام. هذه المسألة مفروغ منها. حتى في موضوع تحقيق الأمن والسلم الداخلي المنوط بحماية الوطن والمواطن، هذه مسألة مسؤولية النظام. النظام يصدر أزمته بكل معنى الكلمة على الإرهاب، ومن هو الإرهاب؟ وبالأخير في هناك إرهابا واحدا هو إرهاب الدولة. هذه المسألة يجب ألا تغيب عن الأذهان. نعم. إن كان الآن أو إن كان غدا. نعم، نسمع وجهة نظرك أيضا قبل أن نذهب إلى محورنا الأخير من النقاش. أستاذ عدنان، أيضا يسأل بكثرة وسألنا وسمعنا وجهة نظر الدكتور علاء، وحابين نسمع وجهة نظركم حيال هذا الموضوع. يعني في نهاية المطاف ماذا سيحل فيها بمئات الآلاف ممن هجروا من أرياف دمشق والجنوب والداخل السوري إلى أدلب؟ يعني هل من الممكن في الأيام أن يسمح لهم بالعودة؟ في هذه المسائل معقدة في حروب الشعوب. كل الخوف عندما يطول الزمن أن تتغير كثيرا من المسائل. وكلنا نحن نعي بالحروب الأهلية. الحروب الأهلية عندما تتهب أو عندما تهجر فئات اجتماعية، هذه الفئات لا تعود. الأنظمة تلعب على عامل الزمن، مثل المهاجرين، مثل اللاجئين. نعم. اللاجئون عندما يغادرون بلدانهم لا يعود إلا القلة القليلة. الأنظمة القمعية الديكتاتورية والتسلطية تعتمد على هذا السياسة. في لبنان بعد انتهاء الحرب الأهلية عام 1989 إلى الآن لم يعودوا أهالي الجنوب إلى الجنوب، ولم يعودوا مهجري جبل لبنان إلى جبل لبنان. وبعد هذا الحكي صار له تقريبا ما يقارب 25 سنة. نعم. هي المسألة يلعب عليها النظام، والنظام يدرك بهذه المسألة. والآن لماذا لا يعود المهجرين أو عودة المهجرين؟ من أجل ما يسمى إعادة إنعاش، ما يسمى اقتصاد الحرب. هناك مليارات الدولارات التي يعتاش عليها النظام المافيوزي هو وأدواته. بماذا سوف يكافئ الذين وقفوا إلى جنب؟ هذه مسألة واضحة من آلية عمل النظام في بسطه على كثير من القضايا الاقتصادية الموجودة في دمشق ودمشق والغوطة، حتى امتدادا إلى الحدود السورية اللبنانية. نعم. هذه المسألة ابتدأت الآن في منطقة العاصمة وجوارها، وسوف تمتد إلى كثير من المناطق السورية. نعم، أستاذ عدنان ودكتور علاء والسادة المشاهدين، نذهب إلى فاصل وبعدها نفتح الملف الأخير من النقاش حيال وضع العمال السوريين في تركيا. ابقوا معنا.